السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناة أنيمال فاكتوري. اليوم معنا المربي والهاوي جابر الخالدي. حياك الله أخوي بناصر. الله يحييك يا هلا. شو أخبارك؟ الله يسلمك. إن شاء الله طيب. مشكور على دعوتك لنا وفتح بابك لنا يا أخوي. حياكم الله وهذه الساعة المباركة، وللأمانة جهودكم واضحة في دعم الهواة والمربين. الله يرحم والديك يا أخوي. مشكور. ما شاء الله أخونا أبو ناصر متميز بالحمام الهومر ومختص بالنوع نقول بيوتي هومر. أبو ناصر كلمنا بالبداية، متى بلشت بهالهواية وليش تخصصت فيها؟ طبعا أنا بدايتي فعليا كانت في سنة 2007. كان عندي أكثر من فصيلة وأكثر من طير، لكن انجذبت حق البيوتي هومر. طير فيه تفاصيل كثيرة وشفت نفسي أني أقدر أطور في هذا الطير. وتخصصت بالذات باللون الأصفر اللي هو الفول كلر. الفول كلر لأن الوحيد اللي دائما يجي من برا مستوياته قليلة غير على الألوان الثانية، يعني الستاندر نشوف الأسود البلو تشيك البلو بار، زين الألوان هذه دائما تجي فيها مستويات قوية. أما بالنسبة للفول كلر الأصفر والأحمر دائما هي مستوياته شوي أقل، للحين قاعد يشتغلون عليه، فأنا صليت واشتغلت على الطير هذا والحمد لله وصلت فيه مستويات قوية ما شاء الله. وشفنا المستويات ما شاء الله، مستويات نقول عالمية الحمد لله. الحمد لله. من هي البيوتي هومر؟ مصدر البيوتي هومر طبعا بدايته ألمانيا في سنة 1871 تقريبا، زين، ومن ألمانيا انتشر حق دول أوروبا الثانية، وبعدها طبعا وصل حق أمريكا وهذا، لكن منشأ الطير هو ألمانيا. منشأ الطير ألمانيا. اي نعم. وشنو مواصفاته؟ طبعا من أهم مواصفات البيوتي هومر وفي أي طير التناسق، زين، والتوازن العام والتكامل بالطير. حلو. ومن أهم مواصفات البيوتي هومر طبعا الرأس لازم يكون المنقار مطابق، الخشم لازم يكون عريض، لحمية الخشم لازم ما تكون بارزة على مستوى واحد مع الرأس، الرأس لازم يكون عريض ويتناقص تدريجيا تجاه المنقار. العين لون العين لازم يكون بني غامج، عفوا احمر غامج، زين، ويقع في اعلى نقطه بالراس. جسم الطير طبعا حجم البيوتي هومر، حجم البيوتي هومر لازم ما يكون كبير ولا يكون صغير، يعني يكون متناسق الطير. زين الجسم يحمل شكل القارب او السفينه، لما تشوف الطير واقف تشوف فيه تقويسه طيب. ايه ما شاء الله. تمام. العيون لازم تكون وقفه الطير، الطير مستعد دائما تشوفه نشيط، رجول متباعده، زين. ذيل البيوتي هومر تقريبا مثل ذيل الزاجل، يكون ضيج وقصير مسكر الذيل. اي هذه اهم وابرز مواصفات الطير بالنسبه للبيوتي هومر. وما شاء الله هو لا الوان كثيره ومعدوده ما شاء الله تبارك الله. طبعا اي وايد الوان. اها وشنو الالوان اللي نقول اللي هي القويه والدارجه عندنا نقول؟ طبعا الالوان الموجوده والدارجه عندنا اللي بالنسبه نتكلم اللي اقبال عليها المربين، زين، الاصفر الفول كلر الاحمر المسكي البارلس، هذه اللي فيها الاسعار. ما شاء الله شفنا عندك مسكي البارلس ما شاء الله جميل، وفي لون وريتنا اياه جاي على الكريمي. اي كريمي بارلس والميلي بارلس هذول انا اشتغلت عليهم وهذا زين طورت منهم. ايه الحمد لله. اي عسى الله يبارك. هذا بالنسبه للالوان اللي عليها اقبال بالسوق، لكن في الوان ثانيه طبعا البلو بار البلو تشيك الاسود ما شاء الله الوان بايت. الوان كثيره. اي نعم. ما شاء الله عسى الله يبارك لك ويزيدك. الله يجزاك. كلمنا عن انتاجه ومراعاته وهالامور. الهومر زين من اسهل طيور الزينه بالانتاج. طير ممكن الطير الوحيد زين بالحمام الزينه وهو بعد فصائل اللي عسه فوخه ما في مشكله. لكن انت اذا بتزيد الانتاج تزرق البيض. يكون عندك حمام للحضان زين وتزرق البيض. طير قوي، طير نشيط. الهومر ممكن الطيره ترى هذا حال الزاجل ما في مشكله. طيب قوي. اي زين وامراضه قليله وطيب قوي بالانتاج. اي ما شاء الله ما في مشكله يعني. ما شاء الله انت حتى يعني نقول عنه مثلا مثل الطير الصحراوي حتى يعني لو تقلل عنه التكييف بالصيف ما يهمه ما عنده مشكله يعني. نعم يتحمل. يمكن بس التهويه يعني حتى بنبر نقول يعيش بكل مكان. اي طيب قوي بس يعني اهم شيء مراعاتك انت للطير، كورسات الوقايه والتطعيم لازم أيه. تكون كاملة. بس انه ما شاء الله ما له امراض او شيء. لا لا حاله حال باقي طيور الزينه. ما شاء الله. وكلمنا على البطولات والانجازات ما شاء الله اللي انجزتها. بالنسبه للبطولات اول شيء حاب اتكلم انا عن تجهيز الطير. حلو. البيوتي هومر اهم شيء فيه اول شيء عمره بالمشاركه من سنه الى سنه ونص سنتين ماكسيموم. ليش؟ لان بعدها يصير الطير ستوك بيرد خلاص الانتاج فقط. يبدا الطير يخشن زين يصير فيه لحميه حوالين العين. تمام. فالمشاركه لازم يكون الطير بعمر صغير زين ومطابق للستاندرد.
من يكبر الطير خلاص يتعدى مرحله ستاندرد طبيعي ويدخل في مرحله اللي نسميها الاوفر احنا الاوفر اوفر خلاص يخشن الطير وهذا ف يصير ستوك بيرد للانتاج تمام هذا بالنسبه لتجهيز الطير للتجهيز الريش طبعا يكون لازم يكون الريش كامل يكون صاف صاف وما في قمله وهذا تجهيز الطير وتجهيز العرض ايضا ترى البيوت وشلون طريقه تجهيز العرض يعني حق البطولات لازم يكون عندك تعزل الطيور في قفص معين مثل ما نشوفهم بالمعارض تجهز الطير وتعوده كل يوم ساعه الى ساعتين تحطه بالقفص يتعود على العرض لان فوز الطير بيوتي هومر يعتمد على عرضه امام الحكم مو نفس باقي الفصائل الثانيه اها فيعتمد على وقفه الطير وهيئه الطير وعرضه بالقفص غير جهوزيه الطير طبعا غير جهوزيه الطير وكلمنا عن جهوزيه الطير يعني في 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 من الحمام تجهزهم تنتف الريش في منه يقرضون المنقار في منه يستخدمون يعني اشياء هي مطلوبه بالطير كل منقاره مو متطابق فيقصونه يقرضونه طبعا هذا فشنو يحتاج الهومر تجهيزه مثل تجهيز باقي الطيور البيوتي هومر طبعا اذا ريش مكسوره او فيها قمل او شيء زين تنتف الطيور قبل البطوله ايش نقول ايش كثر المده يعني تقريبا 3 شهور زين وتجهز الطير فيتامينات وعزل للطير تمام فيتامينات وهذا وقبل البطوله بفتره تبعد المنقار ضروري ان اذا خليته بيكون في زياده وهذا اي طبعا اكثر نعم اللحميه الخشم البودرة نسميها احنا ما تلغيها تشيلها نهائيا لكن نعمها خليها مستويه مع الراس اها ما شاء الله تمام وحنايه وفيتامينات بالطير تودي البطوله يكون جاهز 100% ما في اي نقص ما شاء الله وكلمنا عن انجازاتك والبطوله اللي شاركت فيها طبعا انا شاركت بطوله الكويت الاولى زين واخذت عده مراكز وبانتاجي يعني انا افضل دائما اني اشارك بانتاجي اي ما شاء الله هذا اللي لاحظناه عليك بالبطولات اي نعم وحتى اللي شاركوا في شباب كانوا ماخذين طيور من انتاجي شاركوا وفازوا والله يوفقهم والبطوله الثانيه كذلك هم شاركت وفزت الحمد لله بعده مراكز بالاصفر في الكلر يعني وبانتاجي تحديدا ما شاء الله عسى الله يبارك لك ويزيدك يا ابو ناصر ابو ناصر كسؤال اخير شنو تنصح الناس بتربيه الهوايه والله شوف هواية أمانة حمام الزينة بشكل عام هواية جميلة للأمانة زين أنصح ركز على المواصفات الطير ستاندر صحيح ولا يهمك أو تنجذب حق طير يكون السوق متوجه له خلك أنت بقناعتك الطير اللي تحبه تخصص فيه وانجز فيه وابدع فيه الله يجزاك خير على هالمعلومة الحلوة وصدق معلومة وبوقتها نقول خلك على تخصصك ولا تروح بعيد ولا تحاول تتشتت انت اللي بتتعب ويمكن تخسر ما قصرت يا ابو ناصر على هالمعلومات الحلوه والله يجزاك خير يا اخوي ابد حياكم الله وهذه الساعه المباركه وشرفتونا والله الله يسلم حبيب نشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم